ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه بقى، ابو ربيعه اللي جايه دي، ابو ربيعه اللي جايه دي يا معلم اهي. اخوك كبير اهو، اخوك كبير اهو يا ناس، يا ناس يا ناس اهو يا معلم، يا بركة دعاك يا ابو الخوالي. هو ده يا معلم، يا معلم اهي. مش عارف يا جماعه اعمل ايه مع الولد ده. ها 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 ايه ده؟ كلشينة؟ بتلعبوا مايستر؟ مايستر ايه يا شيخ حسن يا اوفر بس بقى؟ يا شيخ حسن ايه بنضيع وقت يا شيخ حسن مالك؟ ولما تحبوا تضيعوا وقت تلعبوا مايستر؟ الواحد حظه ماشي والكوميدا اهو. حلوه يا ولا، حلوه يا ولا. ايه ده يا كبير؟ ده كومي؟ اه انت حرامي، انت بتلعب من كومك، الكومي نزل قبل كده. يعني غشاش وعبيط؟ دي رابع مره تنزل الكومي من ايدك. انت بتقول يا ابراهيم رابع مره؟ رابع مره تهامي. يا نهار اسود ده حرام رسمي يا ابراهيم. وانت ساكت له ليه يا تهامي؟ ما كنتش واخد بالي. اضربه يا تهامي. يا نهار اسود بقى هتعمل ايه؟ مش تعمل ايه بقى؟ انت نصاب. بقول لكم ايه؟ لعن الله الميسر ولاعبيه. ما انت شايف؟ شايف ايه؟ اهو الميسر كان هيوديكم في داهيه اهوت، هيخليكم تشبكوا مع بعض. لما تحبوا تلعبوا بجد العبوا حاجة تعملوا فيها مخكم، شغلوا فيها دماغكم، مش اي حاجة كده. ايه ميسر يا اخي، العبوا استيميشن مثلا. استيميشن؟ تحس تقول لي شيخ حسن انت بتعرف تلعب استيميشن؟ اعرف العب استيميشن، ده ايام ما كنت في السجن. ما تفكرنيش يا حسام. إيه؟ يا سلام، كانوا الظباط يبدلوا عليا اما بطشيع عشان العبهم استيميشن. انت بقول لك على حاجه؟ قول لي. عارف هم كانوا مسميني ايه؟ ايه 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 حسن استميشن. راجل انت راجل هلال. العب يا اخي بقى، العب 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 يلا العب وريك. قول لي كويس عامل ايه؟ لم نفسك. انت هتقعدوا تطعني في الاوضه كتير كده يا شيخ حسن؟ بقى ده عدل يرضي ربنا؟ الدور على حسام. انا لا ابراهيم ولا حسام ولا اي حد. وتهامي نزل قال لي 5 دقايق وبقى له نص ساعه. ابعتوا لي اي حد. شوف لي عبد الجليل عندك. حاضر يا زاهد. يا جماعه ابعتوا لي اي حد عايز انزل اشم شويه هوا، حرام عليكم بقى. اوه بلاش خوت. خليك معايا شكله جه. ناس تسيع وواحد يقعد جنب الشرطه يخدمكم بقى ان شاء الله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه؟ يا حسام يا ابراهيم يا عبد الجليل الحقوني يا جدعان الحقوني. في ايه؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ايه؟ زهر؟ بص بقى، احنا هنطلع من هنا نقعد في مكان هادي. مكان اهدى من كده؟ لا لا، مكان هادي هادي خالص، ما فيهوش صريخ ابن يومين. ها؟ ونقعد بقى ايه قدام بعض كده، ما نتكلمش، نبص لبعض بس. للدرجه دي بتحب الهدوء؟ انا بعشق الهدوء، خصوصا لما اكون مع حد بحبه.
بيصير؟ يا حضر الضابط، انا ناجي عطله دبلوماسي سابق، ودي الدكتوره